السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل كحك العيد مع بعض. لو اول مرة تشوفوني دوسوا لايك واشتركوا في القناة، ويلا نبدأ المقادير مع بعض. معانا كيلو دقيق منخول نوع كويس للكحك، معانا 2 سكر بودرة معلقتين كبار، 1 كوباية لبن دافية، معلقة صغيرة خميرة، معلقتين بيكنج باودر، نص كيلو سمنة ساقعة مش سخنة، معلقة محلب، معلقة ريحة كحك، وعندنا ربع كيلو سمسم انا محمصاه شويه على النار، وعندنا الملح. هنبتدي نحط المقادير مع بعض في العجينه. اول حاجه السمنه، معلقتين السكر، ونضربهم كويس مع بعض. ده شكلها بعد ما ضربناها لمدة 10 دقايق. هنبتدي ننزل بجزء من الدقيق عليها، مش هننزل بالدقيق كله. وهنحط رشة ملح، وهنحط البيكنج باودر، ونضرب تاني شوية. هنحط باقي الدقيق، وبعدين هنحط معايا ريحة الكحك والملح، وهنحط جزء من السمسم. حطينا معلقة الخميرة على معلقة سكر على كوباية نص كوباية اللبن، ودوبناهم كويس مع بعض الدافية، وهنحطهم على العجين ونضرب تاني مع بعض. وده شكلها بعد ما اتضربت، وده شكلها النهائي. بصوا العجينة عاملة ازاي. هنسيبها شوية ونعمل الحشوة بتاعتها. هنبتدي نعمل الحشو. انا عندي ملبل، هنحط عليه شوية سمسم، وهحط عليه كمان شوية معلقة سمنة، وهنبتدي نلفهم كويس جدا مع بعض. بعد ما عجناها كويس اهي بده شكلها، هنبتدي نعملها كور عشان نعملها حشوة للكحك. هنبتدي نعملها كده كور صغيرة على قد الحشوة عشان تبقى سهلة علينا لما نيجي نحشي على طول. هنبتدي نعمل العجوة كمان نفس الحكاية، هنحط معلقة سمنة ونلفها كويس مع بعض. هنبتدي ناخد العجينة ونشكلها، نقفلها كويس جدا. نبتدي نشكلها بأي حاجة عندنا، ونقاش، أي حاجة انت عندك شكليها بيها. وده شكله بعد ما خلصناه. هندخله الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180 درجة. وده شكل الكحك بعد ما طلعناه من الفرن. هنحط عليه سكر بقى للتزيين. كده وصلنا لنهاية الكحك. لو عجبكم اشتركوا في القناة واعملوا لايك.